إذن أرحب بضيفي أستاذ الدراسات اليهودية في الجامعة التونسية الدكتور فوزي البدوي. أهلا وسهلا بك دكتور. دعني أبدأ معك من مفهوم الدولة ثنائية القومية، هل يحمل تعريفا وشكلا واحدا أم هو متعدد الأشكال والتوصيفات؟ في الحقيقة موضوع الدولة الواحدة يجب أن يدقق. في الحقيقة هناك شيء يتحدث عن دولة ثنائية القومية، وهذا يختلف عن مفهوم الدولة الديمقراطية العلمانية أو اللائكية، وهما تقريبا الشكلين الأساسيين لهذا الحل. بالنسبة إلى الدولة الثنائية القومية، تتحدث أو أمرها الأساسي أو ملامحها الأساسية هي وجود كيانين سياسيين منفصلين داخل الدولة الواحدة في إطار دستوري واحد، ويحافظ على الخصائص اللغوية والقومية واللغوية والدينية لكل منهما، بينما الشكل الثاني وهو الدولة الديمقراطية العلمانية أو الدولة الديمقراطية اللائكية هي دولة لكل مواطنيها، والمواطنة هي الأساس والقسم المشترك بين كل السكان، مع الحفاظ بطبيعة الحال على كل هذه الخصوصيات. إذن هؤلاء يدرسون في مدرسة واحدة ويعيشون في ويخدمون في جيش واحد وينتمون إلى دولة واحدة. الأمران يختلفان تقريبا، هناك تفصيلات مهمة بينهما، ولكن على كل حال هو العيش في ظل دولة واحدة. هذا المشروع في الحقيقة يجب أن نذكر أنه ليس غريبا عن الوضع الحالي. لماذا؟ لأن فكرة الدولة الواحدة أو كانت دائما تظهر زمن الأزمات، فيما قبل مرحلة 48 أي قيام الكيان الصهيوني، كان هذا هو في الحقيقة مشروع تقدمت به أوساط سياسية وفكرية مثقفة تنتمي إلى الجانب اليهودي كما تنتمي إلى الجانب الفلسطيني. ولا بأس من التذكير بأن أحد أشهر الأشخاص الذين دعموا هذا الحل هو ألبرت أينشتاين، الذي كان معاديا لهذه الصهيونية بالمعنى احتلال فلسطين. ولكن أيضا نجد هذا في مثلا في نص من نصوص مارتن بوبر الفيلسوف اليهودي أثناء نقاشه مع المهاتما غاندي، حيث كان المهاتما غاندي يعارض قيام دولة يهودية خالصة، واعتبر مارتن بوبر في نصوص فلسفية شهيرة ونصوص ومراسلاته أنه يمكن الحديث عن حياة أو تعايش شعبين في مكان واحد. ووصلت بعده الفيلسوفة الألمانية حنا أرنت نفس الشيء بعد 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 47 الحديث أو قبل في عفوا في قبل 47 يعني في مع نصوص ظهور نص وعد بلفور الحديث عن إمكانية تعايش الشعبين في منطقة واحدة وفي دولة واحدة وفق صيغ يقع الاتفاق عليها. إذن وقبلت به أيضا الأوساط فلسطينية، الحزب الشيوعي الفلسطيني وعصبة التحرر الفلسطيني. واستمر هذا النقاش في الحقيقة إلى ما بعد في 48 عرف نوعا من الهدوء، لأن إسرائيل كانت في سكرة الانتصارات وتم عدم الاهتمام وإلقاء هذا الحل جانبا، ليعود بعد 67 أثناء الانتصارات الإسرائيلية وضم الضفة الغربية والقطاع. وهنا بدأت مشكلة في الحقيقة داخل الأوساط الإسرائيلية تتعلق بالسؤال التالي: ماذا يجب أن نفعل بهؤلاء الفلسطينيين؟ هل يجب أن نهجرهم؟ هل يجب أن نقحمهم في دولة واحدة؟ في دولة واحدة. وكان القرار السياسي الإسرائيلي آنذاك هو الإبقاء عليهم حتى لا يشكلوا تغييرا ديموغرافيا لإسرائيل، وبالتالي ستظهر داخل الأوساط الفلسطينية أيضا، داخل الجبهة الشعبية القيادة العامة وداخل الجبهة الديمقراطية وداخل أوساط حركة فتح حديث عن إمكانية أن يكون هذا الحل هو حل الدولة الثنائية القومية بإحدى صيغتيها التي تحدثت عنها منذ قليل. إذن هذا الموضوع موضوع قديم وكان يظهر دائما وابدا زمن الازمات. دكتور، كما ذكرت حضرتك كان هذا مقترح من سواء المفكرين من الجانبين، ولكن هل منطلقات مثل هذا المفهوم كانت تختلف من الجانب الاسرائيلي عما يفكر فيه الجانب الفلسطيني؟ وهل اختلف اصلا مفهوم هذه الدوله عبر مر هذه السنوات بالنسبه للجانبين؟
في الحقيقة هو داخل الأوساط الفلسطينية أو الأوساط الإسرائيلية كان دائما يطرح في هذه الأوساط السياسية التي تفهم أن البقاء الوضع كما هو عليه لن يؤدي إلى حل لهذا الصراع، وأن هذه الأوساط السياسية التي كانت تفهم الاستراتيجية أو البعد المعقد لهذا الصراع في المستقبل، وأنه لا يمكن لإسرائيل أن تظل جسما طبيعيا في المنطقة ما لم يكن هناك حل للقضية الفلسطينية. وأيضا داخل الأوساط الفلسطينية نعرف أنه مثلا شخص مثل إدوارد سعيد كان من أنصار هذا أنصار هذا الحل، وكان معارضا بحل الدولتين، وكان معارضا لأوسلو. وعلى كل حال هذه الأوساط السياسية الإسرائيلية والفلسطينية يمكن أن نقول أن قسمها المشترك هو أنها أوساط سياسية وفكرية ذات بعد نظر، وكان هاجسها إما هو الحفاظ على المصالح الإسرائيلية، ولكن داخل هذه الحفاظ على هذه المصالح الإسرائيلية مثلا عندما نتحدث عن سيبي ليفني كانت تدافع عن حل الدولتين، لأن حل الدولتين إذا لم يطبق سيؤدي إلى حل الدولة الواحدة، وحل الدولة الواحدة هو أكبر خطر استراتيجي يهدد إسرائيل. إذا بالنسبة إلى هؤلاء المفكرين أو هؤلاء الزعماء السياسيين الإسرائيليين ممن كانوا يقبلون بإحدى هذين الحلين، إما حل الدولتين أو حل الدولة الواحدة، كان نتيجة التفكير في مصالح إسرائيل وفي أمن إسرائيل وفي المدى البعيد. وكذلك بالنسبة للأوساط الفلسطينية التي كانت تعتبر أن هذا الحل يمكن أن يدار وأن يحل وفق الأجندة الدينية، سواء تعلق الأمر من الناحية الفلسطينية أو من الناحية الإسرائيلية. وهذه الأوساط الإسرائيلية هي أيضا في العادة هي أوساط تنتمي إلى الوسط أو تنتمي إلى اليمين القومي، ولكن غير هذا اليمين الديني، وإنما حافظت على شيء من رجاحة التفكير الذي يجعلها ترى أن هذا الحل يمكن أن يتم من انطلاق من المرجعيات الدينية، لأن هذه المرجعيات الدينية ستؤدي إلى تأبيد هذا الصراع، وهو ما نجده اليوم في الحقيقة. لأن الخيط العام، وهو ما أشرت إليه في سؤالك، الخيط العام للسياسة الإسرائيلية هو دائما يعود في نهاية الأمر إلى هذا الالتقاء بين هذه المرجعية الدينية وهذه المرجعية القومية الجابوتينسكية، التي تجعل من هذا الحل، حل الدولتين أو حل الدولة الواحدة، حل غير ممكن وغير عملي، وغير وخصوصا في هذه المرحلة التي ترى فيها إسرائيل أنها في أوج قوتها، وأنها في ظل الحماية الأمريكية والحماية الأوروبية، وأن ما أعطته ما لم تعطه في مراحلها الأولى أثناء تشكلها لا يمكن أن تعطيه وهي في هذه المرحلة من الغرور ومن القوة. بغض النظر دكتور عن التفسيرات والمصالح التي تتحكم بهذا المفهوم، ولكن مفهوم دولة ثنائية القومية في حالة احتلال هل يمكن أن يطبق بشكل عادل؟ طبعا هذا يتطلب إيجاد حل لمشكلة الاحتلال. هذا الاحتلال يجب أن يتوقف، لأنه هذا الاحتلال في الضفة يجب حل مشكلة الضفة الغربية والقطاع وقطاع غزة بطبيعة الحال. المشكل الآن هو هذا، يعني كيف تستطيع إذا أن نجد حل بإخراج هؤلاء المستوطنين تماما من الضفة، وهذا سيؤدي إلى حل الدولتين، ولكن هذا أمر معقد، أو الاستمرار في هذا وجعل كل هؤلاء المستوطنين وهؤلاء الذين الفلسطينيين إذا في دولة واحدة، وهذا سيؤدي إلى مشكلة ديموغرافية بالنسبة إلى إسرائيل. إذا المشكل الأساسي هو هذا الأمر المعقد، كيف تتم حل مشكلة الضفة الغربية وقطاع غزة، وهذا فيما يتعلق بالجانب الاحتلالي يعني. ولكن أيضا داخل إسرائيل يتعلق الأمر أيضا بعرب 48 وضرورة ارتقائهم إلى مرتبة المواطنة الكاملة في دولة تريد أن تكون يهودية ديمقراطية، ولا يمكن أن تكون يهودية، لأن يهودية الدولة، وتحدثنا عن هذا في قانون القومية، يجعل من الناحية الداخلية هذه الدولة ستكون دولة أبارتايد، وهي فيما يتعلق بالضفة الغربية والقطاع هي دولة احتلال. إذا إسرائيل في الحقيقة هي في مأزق، أو اليمين القومي، لنقول إن اليمين القومي الديني في إسرائيل أخذ كل الفلسطينيين رهائن نتيجة هذه الخيارات، فهو إما بين دولة أبارتهيد في الداخل أو دولة احتلال فيما يتعلق بالضفة والقطاع. الحل للخروج من هذه المعضلة يجب إيجاد حل لمشكلة الاحتلال حتى نصل إلى أو تصل كل من يدعو إلى هذا الحل إلى دولة واحدة وديمقراطية. إذن المشكلة بطبيعة الحال كما قلت هي في الاحتلال، وهذا يجب أن يحل.
في المرحلة الحالية لا يمكن الحل لهذا مع وجود اليمين القومي الديني. سأتابع معك في الحل الوحيد النقطة الممكن دكتور. هو مقاومة هذا المشروع. سأتابع معك في هذه النقطة، ولكن لو سأتابع الحل معك الحل هو أن تتواصل فيما تتفضل به، لكن يعني فضل. ابقى معي لو سمحت، حيث تمثل الحكومة اليمينية الإسرائيلية الحالية عائقا أمام أي محاولة للتوصل إلى تسوية بشأن القضية الفلسطينية، فرئيس وزرائها بنيامين نتنياهو صرح في أكثر من مناسبة أنه لا يعترف بوجود دولة فلسطين ولا بدولة ديمقراطية واحدة تضم اليهود والفلسطينيين، وهو الرأي الذي يتبناه أعضاء حكومته على رأسهم وزير الدفاع يوف جالانت، الذي لا يؤمن بأي مشروع للسلام مع الفلسطينيين. ولكن ليس نتنياهو وحكومته وحدهما يقفون عائقا أمام حل الدولة ثنائية القومية، فهذه الدولة تصطدم بمعوقات متعددة. نتابع. وأعود دكتور للنقطة التي انتهينا منها، طب هل لهذه الرؤية، هل كان لها حظ أن تتبلور في حال لم يكن للجماعات الاستيطانية والجماعات الدينية المتطرفة تأثيرا واسعا في الأوساط الإسرائيلية كما هي الحال عليه؟ كما قلت منذ قليل، هذا الحل على المستوى القريب لا معنى له، يعني لا يمكن الحديث عن دولة ثنائية قومية ولا عن دولة واحدة وديمقراطية لائكية ولا لحل الدولتين. يعني الأمور تعقدت منذ 67 إلى درجة كبيرة، إلى درجة جعلت هذا اليمين القومي كما قلت المنحدر من جابوتنسكي واليمين الديني المنحدر من فكر ربي كوك هو المسيطر على المناخ وعلى الحياة السياسية في إسرائيل، نتيجة أولا لغسل العقول ونتيجة للتعليم الذي استثمرت فيه هذه الجماعات، وأيضا لنظام انتخابي يجعل من هذه الجماعات الدينية الصغيرة ذات وزن أكبر من حجمها العددي. إذن هذا أمر يعني مفروغ منه. المشكل هو مستقبل هذا الصراع. مستقبل هذا الصراع لا يمكن لإسرائيل أن تحله من الناحية العسكرية، وهي فشلت الآن منذ 75 سنة في حل هذا الصراع وفي جعل الفلسطينيين يقبلون بهذا الاحتلال أو بهذا الأبارتهايد داخل 48، ولكن أيضا في نفس الوقت هناك من داخل المساق او داخل التيار الفلسطيني هناك ايضا اقرار بان هذا الصراع قد طال، وانه لا يمكن حله من الناحيه العسكريه على الاقل في موازين القوى الحاليه، وبالتالي يجب البحث عن حل. بعض الاوساط كما قلت الفلسطينيه وبعض الاوساط الاسرائيليه سواء كانت سياسيه أو فكرية حاولت أن تجد مخرجا لهذا الصراع انطلاقا من البحث في حل إما حل الدولتين أو حل الدولة الواحدة ثنائية القومية. وإسرائيل بطبيعة الحال إذا تمنع قيام هذا الحل. الخط الحالي أو التوجه الحالي للحكومة الإسرائيلية يمنع هذا الحل. إذا يمنع هذا الحل لأنه لاعتبارات يعني كثيرة، اعتبارات يعتبرها هو اعتبارات أمنية واعتبارات تهدد يهودية الدولة التي يدافع عنها، ولكن هذا بطبيعة الحال مساره في نهاية الأمر لا يمكن أن يستمر، بمعنى أن المقاومة الفلسطينية ستجبر يوما ما هذا الاحتلال نتيجة إخفاقه ونتيجة اعتماده الكلي على القوة العسكرية، سيفهم في نهاية الأمر أن الحل لا يمكن أن يكون عسكريا وأنه يجب أن يكون هناك حل. المشكل الأساسي والخطر الأساسي هو من الناحية الفلسطينية، هنا هذا الانقسام الفلسطيني في الحقيقة يجب أن يتوقف.
يعني بعد نهاية هذه الحرب يجب أن يجلس الفلسطينيون مع بعضهم البعض وأن يتحدثوا، لأن هذا الانقسام بين منظمة التحرير الفلسطينية التي تقبل بحل الدولتين وحماس التي ترفض 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 هذا الحل ومتعلقاته. المشكلة الآن هو أن هذا الانفصال أو هذا الخصام الفلسطيني هو مدمر للقضية الفلسطينية والمستقبل، ويجعل من هذه الدول المحيطة بالفلسطينيين تتجرع على السير في مسار التطبيع، لأن القضية الفلسطينية إذن هي محل خلاف داخل الجسم الفلسطيني الفلسطيني نفسه، وهذا بطبيعة الحال يجرى العدو الإسرائيلي على مواصلة هذه السياسة. طيب الرافضة دكتور ولحل الدولة الواحدة. دكتور، وإن كان هناك انقسام في داخل فلسطيني حول مبدأ حل الدولتين، لكن الذي أظهرته إسرائيل خاصة في عدوانها الأخير أنها لا تريد حل الدولتين، هي لا تريد حل الدولتين، لا تريد حل الدولة الثنائية القومية التي تحدثنا بها للاعتبارات التي تفضلت بها، وأيضا غير قادمة على الحسم العسكري. إذن هي في مأزق، كيف لها أن تجد مخارج لهذا المأزق إن لم يكن أي من هذه الحلول الثلاث؟ قلت أن الحل هو في مواصلة المقاومة. إسرائيل لن ترضخ إلا عندما تدرك في نهاية الأمر أن الاحتلال مكلف وأن موازين الربح والخسارة لا تسير في الاتجاه الذي تريده. إذن ولهذا قلت يجب على الجسم الفلسطيني أن ينهي هذا الانقسام ويأخذ موقف واحد في اتجاه مقاومة هذا الاحتلال، لأن هذا الاحتلال هو الطريق الوحيد لإجبار، يعني تاريخيا لن يأخذ العرب شيئا سواء الفلسطينيين أو العرب بشكل عام أي شيء من إسرائيل إلا من خلال توازن القوة وإدراك إسرائيل أنها لا يمكن أن تواصل في هذا الطريق. إذن هذا هو الحل الوحيد الآني على الحل. بالنسبة إلى حل الدولتين أو حل الدولة الواحدة، هو الأمر الآن معلق بطبيعة الحال إلى حين إعادة تشكل الجسم السياسي في إسرائيل. يعني عندما أريد أن أختصر الحديث في هذا الموضوع أقول يجب أن تكون إسرائيل منزوعة من شيئين، منزوعة من يمين قومي جابوتينسكي ومنزوعة من تيار قومي ديني حردني منحدر من فكر جابوتينسكي. يجب أن يخرج جابوتينسكي ويجب أن يخرج أبراهام كوك من الحياة السياسية الإسرائيلية حتى توجد دخبة في إسرائيل قادرة على البحث عن حل معقول وحل سياسي وحل يضمن حقوق الشعب الفلسطيني في الحياة وفي حياة سياسية كريمة. الآن نحن في مفترق. إسرائيل مأخوذة، تأخذ اليمين القومي واليمين الديني، يأخذ إسرائيل كاملة رهينة، ويأخذ أيضا القضية الفلسطينية رهينة نتيجة تعنته. والحل الوحيد لإرجاعه إلى العقل هو هذه المقاومة التي يجب أن تستمر مهما كانت التكاليف ومهما كانت الخسائر، لأن إسرائيل لا تفهم إلا هذا المنطق. أنا أشكرك جزيلا. من تونس حدثنا الدكتور فوزي البدوي، أستاذ دراسات اليهودية في الجامعة التونسية.